هسيبكم بقى دلوقتي مع تقرير عن النسخة الثالثة من ملتقى قوتها جيرلس سبيس اللي كرم مجموعة كبيرة جدا من الفنانين ومن الفنانات ومن المؤثرين. يلا بينا نروح نشوف التقرير ونبدأ أولى فقراتنا بعدها الحوار. استنونا. عشان نقدم نسخه بتكلم الرجاله والستات، ده باور بهير بالتعاون مع جاليريا فورتي شيخ زايد، بقى لنا دي ثالث سنه من التعاون. نسخه جديده بنكلم فيها الستات والرجاله، دايما في خطاب بيكلم الست او بيكلم الراجل، قررنا نكلم الاثنين لان مفيش مجتمع يقدر يقوم بطرف من غير الاخر. الجديد ان احنا عندنا بازار بنشجع فيه المنتجات المصريه، والجديد كمان ان احنا عندنا ورك شوبس ليها علاقه بالفاشن، الكونتنت كرييشن، طبعا مع تواجد الميديا معانا والنجوم ودعمهم، لان الناس طول الوقت بتبقى عايزه تعرف من مشاهير ومن شخصيات ناجحه ازاي وصلوا للمكان اللي هم موجودين فيها دلوقتي. هنكرم النجمه الجميله نسرين طافش، هنكرم هنا شيحه، هنكرم القدوه اسعاد يونس، هنكرم مي عمر، عندنا اسامي كبيره جدا مش عايزه انسى حد، بس كل الاسامي اللي احنا هنكرمهم ناس ناجحه في كل حد في مجاله، منهم فاشن ديزاينرز كمان. في ورك شوبس، في توكس، في فاشن بازار مكمل معانا النهارده وبكره، فده على مدار اليومين هيكون في التوكس مع النجوم، هيكون في الورك شوبس على مدار اليومين، هيكون في الحاجات دي كلها متقسمه على اليومين. اكتر حاجه شجعتني هو انه للمراه، انه بيدعم المراه، انه بيقول للمراه في يوم المراه العالمي شكرا، لانه انا اعتقد ان احنا مش اعتقد انا متاكد ان احنا من غير المراه لا نساوي شيء. انا دايما بقول احنا من غير الستات ما نسواش نكله، دي كلمتي. انا بالنسبه لي ان هما بيدعموا كل المجالات، بيدعموا كل النجاحات في كل الكاتيجوريز، مش في كاتيجوري معينه، فده بالنسبه لي حاجه مهمه جدا ان احنا مش مسلطين الضوء على حاجه واحده. انا سعيده ان انا موجوده لتاني سنه، وان انا يعني يبقى لي اي تاثير ايجابي ولو بسيط، وطبعا الايفنت مهم جدا وبيدي دفعه قويه لكل ست بتجتهد في مجالها. يعني جول سبيس في فتره قصيره قوي قدر يحقق نجاح رهيب، يعني افكارهم وكلامهم واسئلتهم واهتماماتهم تحس ان وراها دايما ريسيرش قوي، فبصراحه هم عاملين شغل جامد جدا ووصل للناس بسرعه قوي. انا مبسوط بوجودي النهارده في الايفنت، ارجع اعمل فكره الايفنت واجي اعمل فكره التكريم اللي بتحصل النهارده من الايفنت لكل الشخصيات المؤثره من السيدات، وفي نفس الوقت سعيد على ان هيكرمني هيتم تكريمي النهارده على الموضوع ده.